فازي مازي وتوتي هربت منهن. ريحت تيتا فازي راحت السوق وفازي مازي وتوتي بالمدرسة. انا لحالي هسه بدي اعلمكم كيف تعملوا مناكير على مندلينا. اللي بحاجة لإله انتو هو مناكير ابيض، مناكير برتقالي لاني انا مندلينا، ومناكير اخضر وريشي. اول اشي نبلش بالمناكير الابيض. اول اشي نبلش بالابهام، بنحط شوي شوي، ندير بالنا احسن ما نوسخ اصبعنا. نحط شوي شوي. بعد ما نخلص الابيض بنسكره منيح منيح احسن ما يوقع، نخليه ينشف. طيب هسه بنبلش بالبرتقالي. نبلش بالبرتقالي بدنا نعمل دائرة عشان مندلينا دائرة، صح؟ نص خط نص خط هيك اشي. نسوي شوي شوي دائرة، وفيش حاجة الدائرة تكون بالضبط دائرة، يعني بنفع تكون هيك شوي فيها. طيب بعد ما عملنا دائرة المندلينا بنسكر المناكير، وإسا دوري الأخضر عشان يزبطوا نفتحه وبنصفي هيك المناكير، لأنه بيكون في كتير مناكير عليها أحسن ما يوقع على الطاولة. بنحطها هيك بنوقفها، وبناخد الريشي بنحط الريشي هون هيك، ناخد لون شوي وإسا بدنا نرسم ورقة الشجرة. أول إشي خط هو زي هاي، بعدين بدنا نرسم ورقة ورقة هيك بسموها. أهم إشي يكون الريشة تكون رفيعة 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 عشان يزبط، عشان بدنا يكون إشي دقيق. هلا عمفبينا. طيب بعد ما خلصنا أول أطفال إسا بدي أكمل باقي الأظافر، بقي في أربعة. بس عشان الأبيض يبين لازم نحط طبقتين، فا شوي إسا بدنا نبلش بالبرتقالي، صح؟ لازم نستنى شوي ينشف أحسن، هيك يصير خبابيس برتقالي واو أبيض. أحلى مندلينا. خلصنا مندلينا، صار عندي هيك خمس مندلينات نغشات على كل أظافري، صرنا نستنى إنه ينشفوا. خلصنا. طيب يا ردي بنات، أنا خلصت أول إيد يعني خمس أظافر، بعد لي خمس أظافر مش عارفة شو أعمل فيهن، شو عبالكم تساعدوني؟ اكتبوا لي تحت بالتعليق إيش حابين تشوفوا أرسم على هاي الإيد، وأنا ممكن أعمل بالفيديو الجديد، بدكم؟ كمان إذا حبيتوا تعملوا زيي هيك مندلينا صوروا حالكم وانتم عم تعملوا، أو صوروا حالكم وانتم مخلصين. طيب وابعتوا لنا على البريد الإلكتروني الموجود هنا، وأنا بشوفكم بالفيديو الجديد. إلى اللقاء.